السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصورة التي غزت جميع مواقع التواصل الاجتماعي هي للطفل صاولي حذيفة، صاحب الصورة التي صنعت الحدث على موقع التواصل اليوم، من صورة عفوية إلى أكثر صور رواجا، وقد وصلت حتى إلى الصفحات الأجنبية. بارك الله فيك وفي من رباك، ما شاء الله عليه، ربي يحفظه. لا تنسوا الاشتراك، لايك، شير، بارتاج للفيديو، والسلام عليكم.